هاي موقع الجريد بيكس. طبعا الموقع نشري افضل 3 انواع حمايات، ومصنف الموقع اللي هو بتحويل النقود على الباي بال ضمن شركات تحويل النقدي اللي هي فيزا والماستر كارد. طيب اول شيء راح نشرح الحين كيف تسجيل الموقع. نروح على ريجستري، بطلب منا ملء اللي هي البيانات. اول شيء فول نيم، فول نيم تكتب اسمك الكامل، بعدين تكتب الايميل، بعدين بتعيد الايميل بالمربع الثالث، بعدين تكتب اليوزر نيم اللي بدك تدخل فيه بالموقع، بعدين تكتب الباسورد يوزر نيم وبتعيد الباسورد مرة ثانية، بعدين تكتب الجملة اللي هو الكود الأمني موجود جوا الصورة، بعدين تضغط موافق على الشروط وتضغط ريجستري. طبعا ما راح أنا أقدر أسجل مرة ثانية بالموقع لأني أنا مسجل. بالنسبة اللي بدي يسجل أكثر من عضوية ما بنصحك تسجل. الموقع عليه نوع حماية ثالثة اللي هي بتمنع أي تسجيل عضويات أخرى. أول ما يتم كشف اوتوماتيك، يعني في روبوت على الموقع راح يكشفك اول ما تسجل العضويه الاولى وتعمل وتشتغل عليها وتخلص اعلاناتها وتروح تسجل كمان عضويه ثانيه وتدخل الموقع، العضويه الاولى والعضويه الثانيه توقف تلقائي لانك دخلت من نفس الاي بي. وحتى لو انك بدك تحاول انك تسجل من في بي ان نفس الاشي راح تنكشف. يعني مثلا حولت المره الاولى حولت المره الثانيه راح تنكشف، راح يتم توقيف العضويه الاولى تبعتك والعضويه الثانيه وتخسرهم وما راح ترجع الموقع. كل ما تسجل مرة ثانية بالموقع راح يتم توقيف عضويتك. فنصيحة ضلك العضوية واحدة لا أكثر ولا أقل. طبعا بعد ما تسجل بالموقع ما راح تحتاج تفعيل، بيتم تفعيل العضوية تلقائي. بعدين بتروح على لوج إن وبتكتب اليوزر نيم وبتكتب الباسورد وبتكتب الجملة الأمنية تدعس. بعد ما تخلص طبعا من كتابة اليوزر نيم والباسورد وتعبي الجملة داخل المربع الحوار تدعس لوج ان، تنتظر حتى يتم تأكد من عضويتك بدخلك على الواجهة الأمامية للعضوية. تمام، تم التأكد من العضوية. هاي الواجهة الأمامية للموقع، هاي بيانات العضوية، هاي اول اشي اللي هو التاريخ اليوم، عندك نوع العضوية اللي هي الجولد جولدن، عندك ثالث اشي اللي هي الماني يعني قديش انت معاك كسب من الموقع، قديش عدد اليور كليكس يعني قديش عدد الضغطات، وقديش عدد هنا الدريفت اللي هي ريفلينز اللي هي قديش يعني عدد المسجلين عن طريقك، وهنا الريفند ريفلينز اللي هم الروبوت الآلي يعني اللي بتستأجره انت من الموقع، وهان عندك اخر اشي اللي هو المصاري اللي انت حولتهن من الموقع. طبعا مش محول اشي. وهان عندك اللي هو المصاري اللي بتستثمرها بالموقع اللي هي تبعت الادد فريندز. بتروح على الادد فريندز، طبعا راح نشرحها الحين. بتحول قيمة مصاري اللي معاك على الادد فريندز تصير تستثمرهن عشان تشتري اللي هو الريفند ريفلينز، ويصير تستثمرهن ويصير الريفلينز يصير يضغط لك على الاعلانات وتكسب عن طريق نصف القيمة بيضغط عليها بالاعلان. اخر اشي عندك البونز. البونز شو بتستفيد من البونز؟ البونز كل 10,000 نقطة تقدر تحولها لدولار، هذه الاستفادة من النقاط. طيب الحين بالنسبة نشرح العضويات، نروح على أبديت. هان عندك العضويات، عندك عضوية الجولدن اللي هي أنت تشترك فيها أول بداية الموقع وهذه خصائصها، عندك عضوية الثانية الليميتد يعني أو اللي هي يعني غير محدودة تتفاعل عندك 15 يوم، هاي خصائصها. وعندك عضوية السوبر اللي هي يعني
الخارق يعني او المتميز، هاي خصائصها. تفعل 15 يوم، قيمة الليميتد لما تشتريها 20 دولار وقيمة السوبر 22 دولار. الليميتد والسوبر الرفلين اللي هو الروبوت الالي او لما يسجلوا عن طريق الرفلين، قيمة الرفلين بالضغطة بتكون 100%، اما قيمة الرفلين بالنسبة للجولد الجولدن 50% الضغطة. الرفلين اللي هو المستأجر من الموقع بالليميتد والسوبر قيمة الضغطة فيه 100%، بضل شغال 24 ساعة. بالنسبة للجولدن بضل بيشتغل باليوم ساعة او ساعتين بس فقط. هذه هي العضويات. الحين كيف انك تستفيد من الموقع قدر الامكان؟ بعد ما انت تشتكي الموقع وتستفيد من العضوية اللي هي الجولدن، بتحول اول بعثة من النقود يعني انت بتستلمها من الموقع ترسلها على الباي بال او الفيزا. طبعا هو الموقع الحين معتمد بس من الباي بال، ما عندهم فيزا. راح الموقع راح بالاشهر القادم راح يضيف بنك الفيزا ويصير يتم التحويل عليه. بالوقت الحالي الحين باي بال، الحين لما تحول فلوسك على الباي بال، انا مثلا حولت قيمة فلوس بقيمة 22 دولار. طيب راح استفيد انا من 20 دولار، 20 دولار او او حتى اسف طبعا مش هنا قيمة الشراء العضوية، قيمة الشراء هنا 29 دولار بالنسبة للليميتد، والسوبر قيمة الشراء 99 دولار. الحين انا حولت 29 دولار من حسابي بالموقع على الباي بال. طب انا بستفيد من الموقع اني اضغط ضغطات الاعلانات بتصير كثيرة، وبيصير كسبي من الرفلين او الرفلين المستأجر الروبوت الالي اكثر واكثر. الحين انا حولت اول قيمة من الموقع وانا كنت بعضوية الجولدن، الحين انا راح اشتري عضوية الليميتد، شو راح استفيد منها؟ راح استفيد منها اني راح ازيد ربحي بالموقع اضعاف، وراح اضيف ضغطات اضافية، وراح اضيف زيادة عدد بالاعلانات. بالنسبة كمان للجولدن، الجولدن لما تيجي تحول فلوسك راح الموقع راح ياخذ منك 25% من قيمة الربح، اما بالليميتد والسوبر ما راح ياخذ منك قيمة. هيو فري 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 الجولدن 25% من قيمة الربح لحد الان. تمام. بالنسبة لكيفية استراتيجية الربح اكبر واكبر، لازم تدعي ناس للتسجيل عن طريق رابطك، لازم تشتغل على الموقع يوم بيوم، لازم تحاول انك تستأجر، لازم تكسب من الموقع وتحاول انك تستأجر الروبوت الآلي اللي هو الرفلين عشان تقدر تستفيد منه اكثر واكثر. كل ما قدرت تستأجر الرفلين او دعوة اصدقاء على الموقع من خلال رابطك، كل ما تصير تكسب فلوس اكثر واكثر، وكل ما تطور عضويتك بالموقع احسن، كل ما بتكسب مصاري اكثر، كل ما تصير امتيازاتك احسن بالموقع. لحد الان ارجو ان يكون مفهوم كيف استراتيجية الربح من مواقع الضغط على الاعلانات. الحين نروح نرجع على الاكاونت، نشرح الحين كيفية اضافة استثمار يعني ايدو ديفرند. عندك الحين طريقة الاضافة من الباي بال ومن الاكاونت. مثلا انا بدي اضيف من الاكاونت، اقل قيمة حتى اضيفها للاكاونت 10 اللي هو سنت، يعني سنت واحد اللي هو 0.10 يعني سنت، بتضيف القيمة اللي هي 10 او بتعطيها سنت وتنضاف القيمة، راح تلاقي القيمة انضافت على قيمة الاستثمار عندك بالموقع. طيب الحين كيفية شراء الرفلين، كيفية شراء الرفلين بتروح على بي رفلينز. الحين عشان تقدر تشتري رفلينز بدك اقل اشي 10 دولار، لازم تحول من عندك تشتري طبعا 10 رفلينز. القيمة لازم تشتريه تشتري رفلينز لازم يكون عندك 10 يعني 10 دولار، لازم يكون عندك محول جوا الاستثمار كل رفلينز بواحد دولار. العشرة راح يكونوا شغالين ساعتين باليوم او 4 ساعات، ولكن العشرة هذول راح يجيبوا لك خلال شهر لما تشتريهم ضعف ال10 دولار، يعني 20 دولار او 25 دولار. هذه كيفية شراء الرفلينز. نرجع على الاكاونت، عندك هنا الكلارنت اللي هي الاحصائية، احصائية عندك الضغطات وضغطات الرفلينز الاصدقاء وضغطات الرفلينز الروبوت من الموقع. هنا اللي هي
عندك الحين كيفية تحويل النقود through على ال Reference through على ال PayPal. الحين طبعا هاي PayPal الخاص فيها تضغط عليه. طبعا عشان تضيف PayPal تروح على ال Account Setting بتضيف عندك هنا ال PayPal. ضيف ال PayPal بعد ما تضيفها بتكتب الباسورد وبتضغط سيف. بعدين بيتم حفظ المعلومات. بعدين ترجع على الاكونت تروح على تحويل الاموال تضغط على البايبال بكون عندك البايبال هان موجوده الايميل تبع البايبال. هالحين طبعا انا ما بقدر احول النقود لانه الموقع بده يخصم مني قيمه 10% زائد 5 سنت يعني بقيمه 25% راح يخصمهم من الربح تبعي. فقال اشي عشان تقدر تحول نقود بدك يكون معك بحسابك 1 دولار فراح يصفن لك ما يقارب 6 سنت راح يتم تحويلهم على حسابك بالبايبال. الحين بالنسبة هاي لكيفية التحويل النقود هنا بكون عندك اللي هو افضل اليوزرات الموجودين بالموقع. هاي اليوزر الاول معاه 960 دولار، الثاني معاه 504 دولار، الثالث معاه 417 دولار، والرابع معاه 352 دولار، واخر واحد معاه 309 دولار. طيب الحين بالنسبة كيفية مشاهدة الريفلينز اللي عندك، هاي عندك اللي هو مثلا انا عندي انضاف واحد اسمه عبود عقبيته جولدن. طبعا ما راح اقدر اشوف الحين شو عمل يعني لانه مش موجود حاليا بالموقع. لما يكون موجود راح يضغط عندك كان زر تقدر تشوف شو عنده من الضغطات والانجازات اللي عملها داخل الموقع. وهذه هيك معظم شرح واجهة الموقع. الحين بالنسبة لكيفية مشاهدة الاعلانات وكيفية الكسب من الموقع تروح على Air Money، في عندك View Invents تضغط عليها. طيب الحين الاعلانات ها ما ظهرت، الاعلانات ما ظهرت. طيب ليش ما ظهرت؟ اذا انت عندك اضافة ال ABD اللي هي تبعت اغلاق الاعلانات بتسكرها. كيفية اغلاق الاضافة بتروح على Edit تلاقي الاعلان، تلاقي اللي هي الاضافة موجودة عندك بالمتصفح تعطيها تعطيل وتعمل ترجع على ال View Invents تلاقي الاعلانات ظهرت امامك. طيب الحين كيفية مشاهدة الاعلانات بتضغط على الاعلان تنتظر هان Wait Please بعدين بيظهر عندك عداد بلش يتحرك حتى ينتهي العداد. بعد ما ينتهي العداد بتظهر عندك مجموعة من الصور. الحين بقول لك كليك ذي ابس داون اللي هي يعني مقصود اضغط على الصورة اللي الى الاسفل، هاي الصورة اللي الى الاسفل. بعدين بقول لك ثانكس يعني تم الضغط على الاعلان. نفتح صفحة الاكونت تمام، نضغط مرة ثانية على اعلان ثاني تنتظر حتى ينتهي الاعلان، ينتهي وقت عد الاعلان. تضغط على الصورة الى الاسفل تمت الاعلان، تم مشاهدة الاعلان. الحين نعمل ريفلش للاكونت نلاقي الاكونت زاد، كان معي 1910 صار معي 1920. هذه بالنسبة لمشاهدة الاعلانات. في عندك لعبة الحظ اللي هي الجريد لعبة الحظ، لعبة حظ يعني لك تضغط على المربعات اي مربع منها، حاول اضغط يعني على المربعات بالزاوية اللي هي الزوايا، اضغط على المربعات بالنص، اضغط على المربعات من الاسفل، مربعات اللي هن اللي هان، مربعات بالزاوية بالزوايا، والمربعات الداخل لداخل الصور بتكون مشيرة للكلمات. يعني مثلا هنا عندي حرف البي ضغط على المربع اللي هان، ممكن الحين اربح وممكن ما اربحش على حسب، هي لعبة حظ.
انتظر حتى ينتهي الاعلان، ينتهي يعني الاعداد الاعلان. طبعا ما كسبتش اي شيء، عشان انت معاك 19 محاولة من اول بداية الموقع، بكون معاك 20 محاولة على الضغط على الاعلانات، يعني مشاهدة لعبة الحظ. تضغط على اي مربع بلعبة الحظ، بعدين تفتح لك نافذة، يبلش العد. بعد ما ينتهي العد بيظهر لك اذا انت ربحت، راح يعطيك انك ربحت فلوس، وراح يقول لك انه ظل معك 19 محاولة. اذا ما اعطاك انه ربح فلوس، بقول لك عيد المحاولة وتبقى معك 19 محاولة. هاي بالنسبة للربح. طبعا هاي في ناس ربحوا من الضغط على الاعلان. في عندك الربح من 10 من سنت حتى 10 دولار. مثلا في عندك اشخاص ربحوا، هذا مثلا هذا الشخص ربح 10 سنت، كان عندك هذا الشخص ربح 10 دولار من الضغط على لعبة الحظ. في عندك اخر اشي اللي هي البروك جامز. عبارة عن مهمات. شو المهمات؟ عبارة عن مهمة تضغط على الموقع، هاي المهمة بتنطلب منك. معظم هذه المهمات نشوف لك تسوي فيها، يعني بدأ تضغط على المهمة. نرجع على البروك جام، تضغط على المهمة. المهمة عبارة انك تروح على الموقع الموجود مطلوب منك، تاخذ الرابط. بعد ما تاخذ الرابط بتسجل بالموقع وبترسل انك تممت المهمة، وبتحط الاسم، اسم اللي سجلت بالموقع، اسم اللي سجلت فيه يعني بالاكاونت اللي انت سجلت فيه، بترسله وهو ومعلوماته، وبتعطي سند. خلال يوم او يومين بتم تحويل لك قيمة الربح اللي انت لانجزت فيه المهمة المطلوبة منك. هذا هي هيك. في عندك الفريندز، هنا اللي هو اكثر الناس، اكثر 100 واحد يعني مشاركين بالموقع، اكثر الضغطات خلال هنا خلال 24 ساعة، هنا خلال 7 ايام، هنا خلال 30 يوم، هنا عندك افضل الناس. طبعا الادوات هذه ليست مفعلة عندي بالوقت الحالي، لازم افعل الريفرينز حتى اني اقدر اشوف هذه اللوحات. عندك هنا الابوينت اللي هو النقاط، افضل الناس بالنقاط. هنا عندك اللي هو افضل الناس خلال 24، وهنا 7 ايام، وهنا 30 يوم. عندك هنا اخر اشي اللي هو الفورم، اللي هو النافذة او اللي هو المنتدى يعني. طبعا عندك هنا المنتدى العربي، تقدر تدخل عليه وتصير تطلب مثلا طلبات. طبعا الطلبات راح يتم استبدالها بالبوينتس. طبعا كل ما ممكن تروح على الموقع المنتدى العربي او اي قسم من الاقسام، تصير تجاوب على الأسئلة وتأخذ بدالهن نقاط. بعد ما تجمع مثلا مجموعة نقاط كبيرة اللي هي 10,000، طبعا الحين نشرح كيف النقاط. تروح على النقاط، هنا القيمة، أنا قيمة النقاط اللي معي 236 نقطة. المطلوب إنك بدك 100، طبعا مش 10,000 نقطة مطلوب منك. بعد ما تحصل على 10,000 نقطة بتم تحويل يعني هاي 10,000 نقطة تساوي 1 دولار. بعد ما تجيب 10,000 نقطة بتحط سند، بيتم تحويل 10,000 الى 1 دولار بحسابك داخل الموقع. وهذا هو شرح الموقع من اهم الخصائص فيه، كيفية الاستفادة من الريفلينز والريفلينز الالي اللي بيتم شراءه من الموقع، كيفية ضغط الاعلانات، وكيفية استراتيجيات الربح الربحية حتى تقدر تربح اقدر قدر ممكن من الربح. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس وكيفية الاستفادة من الموقع الجريد بوكس إبكس. إن شاء الله نلقاكم بدرس قادم وبشرح آخر لموقع جديد. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح، ونلقاكم خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.